ما يخص تعرفون الأمطار ما شاء الله الغزيرة في مدينة سامراء، مما أدى إلى مناشدة المواطنين في سامراء، وإحنا إن شاء الله كمقر مسيطر وكمديرية قسم شرطة سامراء وبتوجيه من قيادة عمليات سامراء المتمثلة بالسيد قائد عمليات سامراء والسيد قائد شرطة صلاح الدين حول تواجدنا في هيك ظروف لمعونة المواطن ولخدمته، وإحنا حاضرين أي حالة استثنائية، وإحنا هذا واجبنا وأقل ما نسويه للمواطن السامرائي. نعم مستمرين إن شاء الله، وقطعاتنا مستمرة لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.